ما هي أطول آية في القرآن؟ صلح الحديبية. صلح. اسم روح. اسمك راح؟ اسم إيه؟ لا لا. السؤال بيقول ما هي أطول آية في القرآن؟ أطول آية في القرآن؟ آية الكرسي. مش آية الكرسي، في آية أطول منها. آية ولا سورة؟ آية. تعرف أطول سورة؟ أطول سورة سورة البقرة. ما شاء الله، هي إجابة صح. أما بالنسبة لأطول آية فهي اسمها آية الدين، وهي في آخر سورة البقرة. دي بسيطة حضرتك انت، ودي هدية بسيطة للأولاد. تعرف تقول لي خمسة أسماء خمسة على الأقل من العشر المبشرين بالجنة؟ مش معروف، مش محتاجة حاجة يعني. عمر بن الخطاب، عمر عبد العزيز، أبو بكر الصديق. ترتيب تاني، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. تمام، دول الاثنين. وعمر عبد العزيز. أنت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي. وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. أجل خمسة. خلاص؟ خلاص بعض. طب هقول لك كمان، هم 10 أصلا. والله لا تاخد جايزة برضه. والله بس في إزازة ريحة. ماشي. المهم فين الكراسة؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب الهند، عيب الكلام ده. لا، ما هي الكراسة خلصت خلاص للأسف. كان على عيني. لا قلنا الحركات دي ولا ما هي أطول آية في القرآن؟ ياسين. الله ربنا يخليك. أطول آية من السورة. أطول آية جراية. دي يا خايب يا هلا، ودي يا خايب أنت. الإجابة هتبقى هي آية الدين، موجودة في سورة البقرة. سأل سؤال تاني. الدين معايا شغال خلاص في الدين. هو سؤال واحد في الدين. لا في الدين ما حدش يعرف يجاوبك. لا لا يا 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 باولو، يا باولو مش عارف. بص انت تاخدنا تعمل انا كومنتات. ماشي ماشي. الكوميكس عارفه. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه، وكل واحد حر في نفسه. اسمك ايه؟ محمد يوسف. تدرس فين؟ هندسه شبرا. طيب اسالك سؤال صغير، لو جاوبت هتاخد جايزه. ما جاوبتش هلعبك لعبه. ماشي. كسبت هتاخد جايزه. خمسه على الاقل من المبشرين بالجنه، من العشر المبشرين. سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا زيد بن، سيدنا طلحه، زبير بن العوام. يا ابن اللعيبه، الواد ده كفايه يا باشا. مين الواد ده؟ ما شاء الله. وانت بص، هو كفايه ان انت كده كده عارفه. ما شاء الله، الله مبارك عليك. انت كده كده كسبت معانا جايزه. تحب تلعب لعبه؟ ماشي. السؤال بيقول اذكر اسماء اربعه من العشر المبشرين. لا انت كده غويت. لا غويت. لا انا ماشي. انت قلت سيدنا عمر بن الخطاب. تمام. حمزه. لا حمزه. ايش معنى؟ لا قول اي حاجه. عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهم. اسمك ايه؟ اسم طه. ايه اسم طه؟ ايه طه. طه مالك فخور قوي، امال لو اسمك اشرف كنت قلتها ازاي؟ تدرس فين؟ في مدرسة علمية في الازهر. عندك فكره عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ حافظ اي حاجه منهم؟ غزوه بدر والخندق واحد. عايز بدر واحد والخندق. وايه تاني؟ في اللي هي اسمها ايه يا رب؟ صلح الحديبية. استغفر الله. ايوه في الحنين. في وفي 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 تمام. انا بس الفكره كلها ان انا بوقفك لو انت ما عندكش المعلومه ان انا بفكرك بيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح محمد. محمد هنسألك سؤال في الدين، لو جاوبتنا عليه إجابة صحيحة هنصلي فيه هدية بسيطة للأطفال. عندك أولاد؟ ربنا يبارك لك فيهم يا رب. طيب السؤال بيقول ما هي أطول آية في القرآن؟ أطول آية؟ آية الدين. ما شاء الله عليك. في سورة سورة البقرة. سورة البقرة. اتفضل. دي بس حاجات بسيطة كده. ده كده عظمة قوي. ده كده عظمة قوي.